إلى شوارع البصرة، هذه المرة الزائر من نوع مختلف. ليس مسؤولاً لتسويق نفسه لغرض الانتخابات، وليس وكيل وزارة. شاهد الزائر الجديد، أو ربما يصح أن نطلق عليه الزائر الهارب. هل رأيتم هذا الزائر الهارب؟ طبعا هناك من يحمد الله عز وجل في ظل غياب الرقابة الأمنية في الشوارع كما لاحظتم. من الجيد أن هذا الدب لم يقذف بالحجارة ولم يتعرض إلى أذى. المواطنون لاحقا حصروا الدب بعدما تجول فترة من الوقت في شوارع البصرة. شاهدوا. تعب ابو ذر، تعبان تعبان ميت، ولا اعترقت روحه. وين شان هو هذا؟ وين عد من هذا الرجال مربي؟ والله ما ادري منين جاي. تعال لي هذا، وين شان؟ اي والله كابين، اي كابين كابين. هذا ياخذ الشغاله، ها ياكل كل شيء. يلا ولد لحد يطمنا، انت ايش عندك هنا؟ انا ابو الدب. ابو الدب جاب الدب وشغل من عندك من السيارة، شابين جايبينه بشاي بغي يحطونه بقفص بشي. غير قفص بسرعة. ايه كابين، ايه كابينه كابينه. ليت كل مشاكل العراق كهذه المشكلة. المضحك المبكي فعلا، لا حرمكم الله الابتسامة في ظل ما نعيش من صعاب وآلام لا تنتهي الآن.